أبو عمر من مطار الملك عبد العزيز يذكر عنده مطار عبد العزيز في قضية الصلاة، وهذه إشكالية ليست في المطار، في بعض الأماكن حتى اللي يتطلب وجود أناس يؤدون دورا لخدمة الجمهور سواء في المطارات أو في غيرها من الأماكن، التوجيه في ذلك. يظهر أنه لا حرج عليهم في مثل هذه الحال أن يتناوبوا ويرتبوا جدولا لمسألة من يأخذ هذه الحصة في هذا الأسبوع ومن يأخذها في الأسبوع الذي يليه. جميل. وينبغي أن يعلم الأخوان جميعا، لأنه يذكر بعض الأخوة عنده قد يكون عندهم نوع تراخي، هذا الذي شعرت من خلال كلامي ولا أدري هو يقصد هذا أو لا، لكن على كل ينبغي أن يعرفوا عظم التخلف عن صلاة الجمعة. لكن إن كان التخلف لعذر كالقيام بمصالح الناس في مثل هذه الصورة فلا حرج عليهم، لكن ينبغي أنه إذا كان هناك سبيل أن يتسابق الإخوان إلى القيام بالصلاة مع المحافظة على القيام بالعمل، فإن القيام بالعمل في مثل هذه الصورة من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة.